بكثير من الوعود والالتزامات في ضخ مزيد من الاستثمارات تحت ثوب شراكه متجدده، انتهت اول جوله لرئيس الدبلوماسيه الامريكيه في القاره الافريقيه. جوله رسمت لمخاوف امريكيه من نفوذ صيني متنام في القاره السمراء، لكنها حملت رغبه واشنطن لكسب ارضيه اوسع في افريقيا. <applause> اود ان اكون واضحا الولايات المتحده لا تريد الحد من شراكاتكم مع دول اخرى نريد تعزيز شراكاتنا اكثر لا نريدكم ان تختاروا نريد ان نعطيكم خيارات نهجنا سيكون مستداما وشفافا ومبنيا على القيام بلينكن، الذي دعا زعماء القارة لحضور القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل، لم يتوانى على مدار حزمة الخطابات التي ألقاها في جولته الثلاثية من توجيه رسائل مبطنة ومنتقدة للحضور الصيني في القارة السمراء. الاتفاقات مع دول أخرى حول البنى التحتية قد تكون غامضة وقصرية وتغرق البلدان في ديون طائلة وتدمر البيئة ولا تفيد دائما الشعوب التي تعيش هناك نحن سنقوم بالأمور بشكل مختلف الرغبة الأمريكية في توسيع حضورها في إفريقيا ترسم آمال إدارة بايدن للسير في مسار مغاير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لم يخفي ضعف اهتمامه بالقارة لم تعامل الدول الافريقيه احيانا كثيره كشركاء على قدم المساواه بل كشركاء ثانويين او حتى اسوا من ذلك اننا مدركون ايضا لكون عقود من الاستعمار والاستعباد والاستغلال تركت ارثا اليما لا يزال حيا الى اليوم ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه تترنح القاره السمراء بسوق يحصي اكبر من مليار مستهلك بقيمه سوقيه تتجاوز تريليوني ونصف تريليون دولار سوق استهلاكيه ضخمه تثير شهيه القوى العظمى وكبريات الاقتصاديه العالميه